لكم رضاكم عالمي وروحي بنور فمدت مالي وروحي بنوركم بتمالي حبكم لقلبي متجلي ومدكم فيا معالي حبكم لقلبي متجلي ومدكم فيا معالي أطرب فيكم وأغني وأفضل معاكم متهني وأفضل معاكم متهني أمدح فيكم بفني وشعري معبر عني صفحكم رضاكم عني وروحي بنوركم بتملي روحي بنوركم بتملي قصدي معاكم ودادي وهذا كلام فؤادي قصدي معاكم ودادي وهذا كلام فؤادي ليل ونهار بينادي ويكفيني بيكم إسعادي ويكفيني بيكم إسعادي أمدح فيكم بفاني وشعري معبر عني صفحكم رضاكم عني وروحي بنوركم بتمالي وروحي بنوركم بتمالي أنتم أهل الإمداد وأنتم والله مرادي أنتم أهل الإمداد أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان مساء الخير على حضراتكم. معكم أنا عبد الباري مراسل جريدة أهل مصر بمحافظة الأقصر. إحنا مع حضراتكم دلوقتي أمام مقام السيدة زينب بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط. الأهالي بيقبلوا وبيتزاحموا على مقام السيدة زينب بمدينة إسنا وهناك توزيع العديد من الوجبات على الأهالي مجانية في توزيع وأرز بلبن وغيره من الوجبات وأيضا الأهالي بيبدأوا بي